استشهد شاب الفلسطيني يوسف وجيه من قرية عبوين شمال رام الله متأثرا بجروحه إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن مزدوجة في القدس المحتلة هذا واستشهد الفتى عبد الله غيث من مدينة الخليل وأصيب شاب آخر عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما خلال محاولة الدخول إلى القدس المحتلة من شرقي بيت لحم وفرضت قوات الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك فيما توافد آلاف المصلين الفلسطينيين لأداء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك